إذن 10 وحدات سوف نقوم بتبديلها بقضيب واحد. إذن في هذه الحالة سوف ينتقل هذا القضيب إلى ماذا؟ إلى مكانه وهو 10. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله حصتنا البنائية ستكون مع الدرس 23 من دروس المستوى الثاني، التقنية الاعتيادية للضرب بالاحتفاظ. الأهداف: تعرف التقنية الاعتيادية للضرب بالاحتفاظ وتوظيفها، وضع وإنجاز عملية ضرب عددين أحدهما مكون من رقم والآخر من رقمين بالاحتفاظ، وضع وإنجاز عملية ضرب عددين أحدهما مكون من رقم والآخر من 3 أرقام بالاحتفاظ كذلك. فلنبدأ على بركة الله. بتذكير المتعلمين بمفهوم الضرب وخاصيته. إذن ما هو الضرب؟ الضرب هو الجمع المتكرر لنفس العدد، كمثال 12 زائد 12 زائد 12. إذن هنا لدينا 12 يتكرر 3 مرات، فنكتبه على شكل 12 ضرب 3. ومن خاصيته أولا تبادلية الضرب، وكمثال 12 في 3 تساوي 3 في 12. وأيضا خاصية توزيعية الضرب على الجمع، وكمثال لدينا هنا 12 في 3، إذن 12 هي 10 زائد 2 ضرب 3. هنا سوف نوزع 3 مرة في الوحدات ومرة أخرى في العشرات، إذن نوزع الضرب على الجمع، فنكتب 10 في 3 زائد 2 في 3 تساوي، إذن 10 في 3 30 زائد 2 في 3 6 تساوي 36. كملاحظة فيما يخص أسماء الخاصيات فهي خاصة بالأستاذ والأمثلة خاصة بالتلميذ. ونجد أيضا خاصية الضرب في العشرات، وكمثال 10 في 5، إذن عند الضرب في العشرات نضع الصفر ونضرب العدد في 5، ونقول 1 في 5 تساوي 5 ونجد 50. كمثال أيضا لدينا هنا 20 في 3، إذن نضع الصفر مكان الوحدات ونقول 2 في 3 تساوي 6 ونجد الجداء هو 60. وأيضا خاصية الضرب في المئات، فنجد هنا 100 في 4، إذن صفران نضع هنا الصفرين ونقول 1 في 4 تساوي 4 ونجد الجداء هو 400. نفس الطريقة، إذن لدينا صفران نضع الصفرين ونقول 3 في 3 تساوي 9 ونجد الجداء هو 900. كل هذه الخاصيات سوف تساعدنا على بناء مفهوم التقنية الاعتيادية للضرب بالاحتفاظ. إذن فلنتوكل على الله. مع الهدف الأول تعرف التقنية الاعتيادية للضرب بالاحتفاظ وتوظيفها. انطلاقا من الوضعية التالية: ركب المسافرون في قطار من 3 عربات، في كل عربة 15 راكبا، كم عدد الركاب؟ المعطيات الأساسية: لدينا هنا قطار من 3 عربات وفي كل عربة 15 راكبا. مثلا لدينا قطار مكون من 3 عربات، العربة الأولى والثانية والثالثة، في كل عربة 15، إذن هنا 15 راكبا، 15 راكبا، 15 راكبا. كي نعرف عدد الركاب سوف نستعمل إما الجمع، فنقول عدد الركاب هو 15 زائد 15 زائد 15 تساوي، أو نستعمل الضرب، فنرى لدينا هنا أن 15 تتكرر كم من مرة؟ إذن 15 تتكرر 3 مرات. نعطي مهلة للمتعلم لإنجاز هذه العملية على الألواح، فقد سبق وأن تعرفنا على التقنية الاعتيادية للضرب دون احتفاظ. أجوبة أغلب المتعلمين ستكون كالتالي: 3 في 5 تساوي 15، 3 في 1 تساوي 3. فنلاحظ أن هناك أخطاء في الوضع، أخطاء في إنجاز العملية، إذن هذه عملية خاطئة، ومن هنا سوف ننتقل إلى بناء مفهوم
التقنية الاعتيادية للضرب بالاحتفاظ. إذن كيف يتم وضع وإنجاز هذه العملية؟ المرحلة الأولى نقوم بتمثيل جداء هذين العددين. لدينا هنا 15 ضرب 3، إذن 15 تتكرر 3 مرات، إذن 15 الأولى، 15 الثانية، و15 الثالثة. إذن التربيعات تمثل لنا الوحدات، القطبة تمثل لنا العشرات. نحسب هنا التربيعات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. إذن هل يعقل أن نجد 15 وحدة مكان الوحدات؟ لا. إذن هنا سوف نقوم بالتجميع بالعشرات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن 10 وحدات سوف نقوم بتبديلها بقضيب واحد. إذن لدينا هنا 15، لكن هذا القضيب أو العمود لا يمكن أن يبقى مكان الوحدات، سوف ينتقل إلى العشرات، وعندما ينتقل إلى العشرات هنا ما نسميه بالاحتفاظ، فيصبح لدينا هنا في الوحدات كم؟ 5، وهنا في العشرات 1 2 3 4 4، ونجد العدد 45. المرحلة الثانية سوف نستعمل خاصية توزيعية الضرب على الجمع. إذا لدينا هنا 15 في 3 تساوي، إذا 15 هي ماذا؟ هي 10 زائد 5 ضرب 3، إذا 10 زائد 5 ضرب 3. هنا سوف نوزع، مرة نضرب في الوحدات ومرة نضرب في العشرات. إذا 10 في 3 زائد 5 في 3 تساوي، إذن 10 في 3 تساوي 30 زائد 5 في 3 تساوي 15. 15 يعني هنا 10 زائد 5. هنا سوف نقوم بالتفكيك، إذن 30 زائد، نفكك العدد 15 إلى عشرات زائد وحدات. عندما قمنا هنا بالمبادلة انتقلت العشرات مع العشرات، نفس الشيء هنا سوف نحسب العشرات مع العشرات، 30 زائد 10 تساوي 40، ويبقى لدينا هنا في الوحدات 5 تساوي 45. المرحلة الثالثة هي التي سوف نستعمل فيها التقنية الاعتيادية للضرب بالاحتفاظ. لدينا 15 ضرب 3، إذا نكتب الوحدات أسفل الوحدات. نبدأ من الوحدات، إذا نضرب مرة في الوحدات ومرة أخرى في العشرات. إذا 3 في 5 تساوي 15، هي التي وجدناها هنا سابقا 15. إذا نكتب 5 مكان الوحدات، هي 5 مكان الوحدات، وماذا سوف نفعل بالعشرة الأخرى؟ سوف تنتقل إلى العشرات، العشرة الأخرى سوف تنتقل مع العشرات. إذا نكتب 5، 10 تنتقل إلى العشرات فتصبح 1 عندما تنتقل إلى العشرات. 3 في 1 تساوي 3 زائد 1 الاحتفاظ يساوي 4، ونجد هنا 45. وبالتالي عدد الركاب في القطار هو 45 راكبا. مع الهدف الثاني وضع وإنجاز عملية ضرب عددين أحدهما مكون من رقم والآخر من رقمين بالاحتفاظ. إذا أضع وأنجز، لدينا 19 ضرب 2، نكتب 19، نضع علامة في تكون بعيدة، ونتخيل هنا أن لدينا المئات. ضرب 2 ونكتب 2 أسفل الوحدات، بما أنه عدد مكون من رقم واحد إذن فهو يمثل رقم الوحدات، تساوي أسفل في، ونبدأ هنا من الوحدات، نضرب 2 في 9 تساوي 18، نكتب 8 أسفل الوحدات ونحتفظ بواحد مكان العشرات، فنقول 2 ضرب 1 2 زائد 1 تساوي 3، ونكتب 3 أسفل العشرات. لدينا هنا 64 ضرب 4،
إذن نكتب 64 ضرب 4 تساوي، ونبدأ من الوحدات، 4 في 4 تساوي 16، نكتب 6 أسفل الوحدات ونحتفظ بواحد أي مكان العشرات، ونضرب المرة الثانية في العشرات ونقول 4 في 6 كم؟ 24 زائد الاحتفاظ يساوي 25، نكتب 5 أسفل العشرات واثنان أسفلون المئات، والجداء هو 256. 27 ضرب 8 نفس الشيء، نكتب هنا 27 علامة في، نتخيل أن هنا لدينا المئات، ضرب 8 تساوي، إذن 8 في 7 تساوي 56، نكتب 6 أسفل الوحدات ونحتفظ بخمسة مكان العشرات، ونقول 8 في 2 تساوي 16 زائد الاحتفاظ يساوي 21، نكتب 1 أسفل العشرات واثنان أسفل المئات، والجداء هو 216. مع الهدف الثاني تعرف عملية ضرب عددين أحدهما مكون من رقم والآخر من ثلاث أرقام بالاحتفاظ. انطلاقا من الوضعية التالية، وضع فلاح في حقله ثلاث صفوف من الأشجار، في كل صف 135 شجرة، ما هو عدد الأشجار؟ المعطيات الأساسية هي ثلاث صفوف من الأشجار، في كل صف 135 شجرة. إذن نفترض لدينا هنا ثلاث صفوف، في كل صف 135 شجرة، 135 135. إذن كي نحسب عدد الأشجار يمكننا أن نستعمل الجمع. لاختصار هذه الكتابة نستعمل الضرب، فنكتب 135، تتكرر كم من مرة؟ تتكرر ثلاث مرات. بنفس الطريقة سوف نعطي مهلة للمتعلم لإنجاز هذه العملية على الألواح، بعد ذلك نمر للشرح المفصل وبناء مفهوم عملية ضرب عددين، واحد من رقم والآخر من ثلاث أرقام. مرحلة الأولى، نقوم بتمثيل جداء 135 في 3. إذن 135 مثلت بالصفائح والقضبان والتربيعات، صفيحة واحدة 3 قضبان وخمس تربيعات. إذن نلاحظ أن 135 تتكرر ثلاث مرات، المرة الأولى، المرة الثانية والمرة الثالثة. هنا لدينا الوحدات، وهنا العشرات، وهنا المئات. نبدأ بالوحدات، لدينا 5 زائد 5 10 زائد 5 15. إذن في هذه الحالة سوف نقوم بالتجميع بالعشرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن نجمع هنا بعشرة، فيبقى لدينا هنا لدينا 5 وحدات. إذن نقوم هنا بالمبادلة بين 10 تربيعات وقضيب واحد. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن وجود قضيب مكان الوحدات. إذن في هذه الحالة سوف ينتقل هذا القضيب إلى ماذا؟ إلى مكانه وهو العشرات، وهنا يسمى هذا القضيب أو هذا العمود بالاحتفاظ. لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن لدينا هنا 10 قضبان. إذن 10 قضبان هي ماذا؟ تساوي كم؟ تساوي صفيحة. إذن أيضا هنا سوف نقوم بالمبادلة بين 10 قضبان وصفيحة واحدة. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ وجود صفيحة أين؟ مكان العشرات، يجب أن تنتقل إلى المئات. إذن انتقلت الصفيحة إلى المئات، وهذا أيضا ما نسميه بالاحتفاظ. فماذا نرى؟ نلاحظ أن لدينا 1 2 3 4. إذن من هنا نستنتج النتيجة. إذن لدينا هنا 4 في المئات 0، في العشرات لم يبقى شيء، في الوحدات بقي لدينا 5، والعدد هنا هو 405. المرحلة الثانية نستعمل فيها خاصية توزيعية الضرب على الجمع. 135 سوف نقوم بتفكيكها، هي 100 زائد
30 زائد 5 ضرب 3 تساوي، إذن هنا سوف نوزع 3 ضرب 100 هي 100 في 3 زائد، نضرب الآن في العشرات 30 في 3 ثم نضرب في الوحدات 5 في 3 تساوي 3 في 100 في 3 تساوي 300، 30 في 3 تساوي 90 زائد 5 في 3 تساوي 15. إذن هنا سوف نقوم بتفكيك العدد 15 إلى 10 زائد 5، ثم بعد ذلك سوف نجمع، سوف تنتقل هذه العشرة لكي نحسبها مع العشرات. إذن 20 زائد 10 تساوي 100 زائد 5، هنا أصبح لدينا المئات. إذن المئات سوف نجمعها مع المئات، 300 زائد 100 هي 400، 400 زائد 5 تساوي 405. ننتقل الآن إلى التقنية العمودية. إذن 135 ضرب 3 تساوي، نبدأ بالضرب في الوحدات، 3 في 5 تساوي 15، نكتب 5 أسفل الوحدات ونحتفظ بواحد في العشرات، 3 في 3 تساوي 9 زائد 1 الاحتفاظ يساوي 10، نكتب الصفر أسفل العشرات ونحتفظ بواحد في المئات. نضرب في المئات، 3 في 1 تساوي 3 زائد 1 الاحتفاظ يساوي 4 ونحصل على العدد 405. مع الهدف الرابع وضع وإنجاز عملية ضرب عددين أحدهما من رقم والآخر من ثلاث أرقام. إذن 298 ضرب 3، نكتب العدد 298، نكتب 3 أسفل الوحدات ونبدأ بالضرب الوحدات ثم العشرات ثم المئات، 8 في 3 تساوي 24، نكتب 4 أسفل الوحدات ونحتفظ بإثنان مكان العشرات ثم نضرب 3 في العشرات، 3 في 9 27 زائد 2 29، نكتب 9 ونحتفظ بإثنان مكان المئات ثم نضرب 3 في 2 تساوي 6 زائد 2 تساوي 8، ونكتب 8 أسفل المئات ونحصل على الجداء 894. 256 في 2، 256 نكتب 2 أسفل الوحدات، نبدأ بالضرب في الوحدات، 2 في 6 12، نكتب 2 أسفل الوحدات ونحتفظ بواحد في العشرات ثم نضرب الآن في العشرات، 2 في 5 10 زائد 1 الاحتفاظ يساوي 11، نكتب 1 أسفل العشرات ونحتفظ بالواحد الآخر في المئات، 2 في 2 4 زائد 1 الاحتفاظ يساوي 5 ونكتب 5 والجداء هو 512. بنفس الطريقة هنا لدينا 135 ضرب 5 تساوي، إذا نبدأ من الوحدات، 5 في تساوي 25، نكتب 5 ونحتفظ بإثنان في العشرات، 5 في 3 15 زائد 2 17، نكتب 7 ونحتفظ بواحد في المئات، 5 في 1 5 زائد 1 الاحتفاظ يساوي 6 ونكتب 6 أسفل المئات والجداء هو 675. وبذلك نكون قد أنهينا حصتنا البنائية لهذا الدرس، إلى درس جديد نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.